مازال 5 مقرات لم يتم فتح اليوم الثالث، وجاري خلال الساعات القادمة حتى نهاية الساعة 7 مساء هيكون كده فتحت كافة المقرات اللي هم 137 مقر. برحب بحضراتكم. انا بقى يعني عايزين نطلع معالي السفيرة مي هانم في البرازيل، ممكن حضرتك تطلعينا ايه الموقف عند حضرتك؟ طيب معالي السفيرة، معالي السفير مؤيد الضلعي ببوخارست رومانيا. الميوت يا فندم، الصوت يا فندم. تمام كده، تمام يا فندم، مساء اتفضل. الخير. مساء النور يا فندم. احنا دلوقتي نفس التوقيت مصر، دلوقتي الساعة 5 4 سوري، وكل الأمور ماشية تمام، ما كانش فيه أي مشاكل خلال اليومين اللي فاتوا. النهاردة فقط كان في أحد الناخبين جه، ولما دخلنا البيانات بتاعته على السيستم أظهرت إن هو ليس له حق التصويت. تم إبلاغ الهيئة العامة للانتخابات وجاري حل المشكلة، الحمد تقريبا لله. في حاجة في السيستم أو حاجة كده. اه غير كده كل الأمور ماشية بخير، هم. الإقبال كويس، في ناس جم من خارج بوخارست، ويعني كويس طيب عدد الناخبين كويس. تمام يا فندم. هو المشكله اللي تم مواجهتها هي خاصه بالبطاقه، عدم ربطها لنتيجه الاصدار، فتم حلها بالفعل، وتم التواصل على ما اعتقد مع عند سيادتك في السفاره، وتم تمكين المواطن من الادلاء بصوته، وعشان كده حتى يعني احنا يعني متواصلين ساعه بساعه لحل مثل تلك المعوقات والمشاكل. بشكر حضرتك على التعاون. شكرا، شكرا يا فندم. وبرضه ناكد بقى ان شاء الله مع الغلق ان شاء الله وعمليه الفرز وعدم اي اعلان، نظرا لان المختص باعلان النتيجه هو الهيئه الوطنيه للانتخابات. مع الشكر الجزيل لحضرتك يا فندم. السيد سفير علاء يوسف في باريس. مساء الخير سيد المستشار، مساء الخير على الساده الزملاء كلهم. الامور ماشيه على خير يعني على قدم وساق. ثالث يوم اقبال كبير على التصويت، ما حصلتناش اي مشكله. برضو كان عندنا بالظبط 4 أو 5 حالات بعد مراجعه الرقم قوي تبين عدم حقيقيه التصويت، لكن تم حلها والامور ماشيه كلها تمام. انا بشكر حضرتك، وهو شايفين برضو سيادتك على البث المباشر، بشكر سيادتك على التنظيم والعمل، وشايف التقاطر ومتواصلين مع حضرتك. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم. السيدة معالي السفيرة نرمين هانم الظواهري في رواندا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. السفارة المصرية في العاصمة الرواندية كيجالي فتحت أبوابها لأبناء الجالي الكرام على مدار 3 أيام المخصصة للاستحقاق الانتخابي من 9 صباحا للـ 9 مساء. العملية التصويتية في اليوم الثالث بتسير الحمد لله بانتظام ويسر دون أي معوقات أو مشاكل، في ظل الإمكانيات اللي وفرتها اللجنة العليا للانتخابات والإجراءات التنظيمية واللوجستية اللي قامت بها البعثة الدبلوماسية المصرية في هذا الصدد. المشاركة من قبل أبناء الجالية المصرية واسعة رغم الطقس السيء اللي بيجتاح العاصمة الرواندية والنزول الشديدة. البعض يأتي من خارج كيجالي لقيادة تمتد لأكثر من 3 ساعات في مشهد ورسالة إيجابية من مصري حريص في الخارج على التأثير وأن يكون له دور فاعل ومؤثر بمن يكون إن شاء الله السنوات المقبلة. الشكر الجزيل لحضرتك فندم، واحنا مع حضرتك حتى نهايه الغلق والفرز ان شاء الله. مع الشكر الجزيل لحضرتك فندم، اتفضلي فندم. سياده سفير ايمن كامل في سلوفاكيا. سياده القنصل العام اشرف بيت ديب في دبي. مساء الخير معالي المستشار. مساء الخير حضرتك وبالساده الزملاء وبالساده المشاهدين. هو الحقيقه الحمد لله الامور عندنا في القنصليه العامه او في اللجنه في القنصليه العامه امور يعني ماشيه على ما يرام، لم نسجل اي مشكلات، والعمليه الانتخابات تسير بكل يسر وسلاسه وسرعه نتيجه طبعا النظام اللي احنا عملناه بيسهل دخول وخروج المواطنين الناخبين، وهي الامكانيات اللي وفرتها الحقيقه الهيئه مشكوره من تابلتس ودعم فني وغيره.
فالحمد لله الامور ماشيه كويس، وهننتهي بقى من التصويت يمكن كمان تاسع الا ربع. خلاص شكر جزيل سيادتك، ما برضو شايفين البث والمباشر، وبرضو سيادتك مشكورا على التنظيم والعمل الجاد، يعني واضح فندم، ربنا يخلي سيادتك يا فندم، شكرا. واختيار برضو القاعة وتنظيمها واضح، يعني مش شكر جزيل يا فندم. ده واجبنا يعني يا فندم. هو 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 انا لمسه، انا وحتى مجلس اداره الهيئه بيشيد بالتنظيم القائم به الساده السفراء على كافه المقرات، ال 137 مقر، وده العمل ده ينم على الوطنيه والانتماء. بشكر حضرتك يا فندم. معالي السفير بسام راضي في روما. مساء الخير سياده المستشار، ومساء الخير على كافه الزملاء والزميلات في جميع السفارات في الخارج والقنصليات. الحقيقه طبعا يعني انا الاول بشكر الهيئه الوطنيه، لان الجلسه التحضيريه اللي كانت قبل الانتخابات بلزوم وضحت امور كثيره جدا لتنظيم الانتخابات. الامور تسير بسلاسه يعني ممتازه بالنسبه لاستقبال المواطنين ولاجلاء صوتهم. موضوع الاتصال المباشر بقراءه سواء الرقم القومي او الباسبور يعني بتتم بسرعه ممتازه، الدعم الفني موجود، يعني ليس هناك اي مشكله حدثت ممكن ان احنا يعني نبرزها. هو بس في تساؤل وحيد من الساده المواطنين انه الرقم القومي ممكن قبوله في حاله ان هو يكون ساري او غير ساري، الامر مش منطبق على الباسبور. هي يمكن حاجه سؤال قاسم مشترك ما بين الساده المواطنين، لكن ما عدا ذلك الحقيقه الامور بتسير بسلاسه، وانا شايفها يعني هو احتفاليه في حب مصر ايا كان الاختيار. ونسبه المشاركه بالنسبه للجاليه في ايطاليا نسبه تعتبر نسبه جيده. طبعا يوم الجمعه كان يوم عمل في ايطاليا زيه زي اوروبا، زاد النسبه، زادت امبارح يوم السبت، والنهارده اعتقد انها تضاعفت اكتر، لانه طبعا بطبيعه الحال اخر يوم الويك اند. فالامور على ما يرام، وبكرر الشكر لسيادتك والهيئه الوطنيه. شكر جزيل لحضرتك وشكر موصول. هو واضح فعلا الاقبال يا فندم في البث المباشر برضو على روما، وبرضو بشكر سيادتك على التنظيم، وواضح ان زياده الاقبال فعلا النهارده هو واضح من الصوره. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. السيد السفير مختار وريده من الجزائر. مساء الخير يا فندم، مساء الخير. طبعا احب اطمن حضرتك وكل الساده المشاهدين ان الحمد لله العمليه الانتخابيه في مقر سفاره دول مصر العربيه في الجزائر تسير بصوره سلسه ويسيرة وبانتظام، على سواء أول أمس أو أمس أو اليوم، في توافد مواطنين مصريين سواء من الجزائر العاصمة أو مختلف الولايات الجزائرية على المشاركة. وإحنا في السفارة المصرية بنرحب بيهم ونقدم كل التسهيلات اللازمة، نحرص إن هم يشاركوا في الانتخابات بصورة فاعلة. وطبعا بالتأكيد لو في حالة أي استفسارات أو في تواصل مستمر مع الدعم الفني للهيئه، ويتم الاجابه على كل التساؤلات في وقت سريع جدا جدا. فالحمد لله الامور على ما يرام، وشكرا جزيلا. مع الشكر الجزيل لحضرتك فندم بالتوفيق، ومع حضرتك حتى نهايه الغلق وتمام الفرز. مع الشكر الجزيل لحضرتك. السيد السفير بدر عبد العاطي في بروكسل. السيد السفير محمود عفيفي في تشيك. تشيك مساء الخير معالي المستشار، ومساء الخير على القناة والسادة المشاهدين. هي العملية الانتخابية في السفارة المصرية في برج مضت بشكل سلس. الحقيقة كانت أنا بسميها مظاهرة حب من جانب المواطنين المصريين القادموا الى السفاره، ومن المواطنين القادم حتى مع اسرهم، الاطفال، الشباب، يعني جاءوا الممارسه حقهم الدستوري. الاقبال كان جيد قياسا بالمناسبات السابقه وقياسا بسوء الطقس.
الفترة دي هناك طقس سيء في هذه المنطقة، ولكن عدد كبير من المواطنين قادم من الأسواق، منهم من قدموا من مدن خارج العاصمة رغم الطقس السيء زي ما ذكرت حضرتك. عملية التصويت الحمد لله مرت بسلاسة شديدة، وأعتقد أن العنصر الرئيسي لاعب دور حسن الترتيبات والعملية التنظيمية خاصة على المستوى الفني جرت في الفترة السابقة على الانتخابات. شكرا جزيلا يا فندم. هي طبعا يرجع لإدارة المنظومة وزارة الخارجية وحضراتكم، شكر جزيل لحضراتكم يا فندم. معالي السفيرة نيفين الحسيني في لواندا انجولا. مساء الخير، بشكر حضرتك على تنظيم اللقاء. احنا خلال الايام الثلاث لإجراء الانتخابات عملية التصويت تمر بوتيرة جيدة الحقيقة، الإجراءات سهلة، ويعني بشكر حضرتك واللجنة على الاجتماعات التي سبقت إجراء الانتخابات وتسهيل استخدام الآلية الإلكترونية لتسجيل المواطنين إلى آخره. بالفعل لم نواجه أي مشاكل في هذا الصدد، نلاقي الإقبال على من المواطنين على التصويت، و يعني بنلاقي حرص من افراد الجاليه على التواجد في لواندا رغم بعد المسافه ما بين بعض الاقاليم خارج العاصمه والعاصمه، ولكن نجد حرص من اعضاء الجاليه على المشاركه في الانتخابات. شكرا جزيلا يا فندم حضرتك برضو حتى نهايه الغلق وتمام الفرز ان شاء الله، مع الشكر جزيل لحضرتك. استاذ سفير خالد عارف داكار السنغال. مساء الخير معالي المستشار، شكرا لتحت هذه الفرصة. أنا أحب أوجه لكم الشكر على التنظيم والتنسيق الرائع بصراحة العملية الانتخابية هنا في دكار بتسهيل ويسر وسهولة، وإن في إقبال بصراحة كبير من كافة فئات المجتمع المصري سواء صيادين أو دكاترة أو مهندسين أو رجال أعمال وطبعا البعثة الأزهرية، والعملية تسهيل ويسر وسهولة. وكمان يعني أحب كمان أوجه شكر خاص للجانب السنغالي اللي بصراحة لم يتأخر أبدا وموفر لنا كل الإمكانيات، وشكرا يا فندم على كل حاجة. مع شكر جزيل لحضراتكم جميعا، وإحنا مع حضراتكم حتى تمام الانتهاء من كافة أعمال الانتخابي في تمكين المصريين في الخارج بالله بأصواتهم حتى نهاية الساعة 9 مساء وفقا للتوقيتات المحلية لكل من هذه اللجان حتى تمام الفرز، وإحنا مع حضراتكم أول بأول. بشكر حضراتكم، وبرضو أحب أكرر تاني أن إحنا تم غلق 16 لجنة خارج جمهورية مصر العربية، وما زال 116 مقر يعمل لإدلاء المصريين بالخارج، وفاضل 5 مقرات سيتم تباعا خلال الساعات القادمة حتى الساعة 7 مساء. هل معليك في أحد السادة؟ بلجيكا دخلت. طيب معالي السفير بدر عبد العاطي في بروكسل. أهلا بسيادتك يا فندم، احنا بالفعل الأمور تسير بشكل جيد للغاية. عندنا السبت والأحد أعداد غير مسبوقة يعني في كل الاستحقاقات اللي تمت في السابق، وده بيعكس طبعا وعي المصريين المقيمين على الأراضي البلجيكية وأراضي لوكسمبورغ. الكل يعني لديه رغبة إن هو يشكل طبعا مستقبل الوطن من خلال هذا الاستحقاق الرئاسي الهام. كان ملحوظ إن في مجموعة كبيرة من الشباب من المرأة من كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، الكل تدفق بالأمس واليوم رغم الطقس السيء، وكل الشكر والتقدير للهيئة الوطنية ولوزارة الخارجية على كل التسهيلات اللي مكنت البعثة انها تتولى الامر بشكل سهل وسلس وبدون اي مشاكل. وبالفعل الدعم الفني عند سيادتك كان ليه دور مهم جدا في بعض بطاقات الرقم القومي اللي لا يتم قراءتها من خلال التابلت، بيتم حل المشكله على طول من خلال الدعم الفني. كل الشكر والتقدير، وان شاء الله مع سيادتك حتى الاغلاق والحصر والفرز وموافاه وزاره الخارجيه بالنتائج. ماشي يا فندم، مع الشكر الجزيل يا فندم. هو بس هي تصحيحا هو النتائج للهيئه الوطنيه للانتخابات،
يعني هو وزاره الخارجيه اكثر منها تجميعا، اما نتائج عن طريق وزاره ما لا هي برضو هو انا رايي عشان بس صح يا فندم تمام يا فندم، مع الشكر الجزيل لحضرتك يا فندم. معالي السفيره مي طه البرازيل. معالي السفيره مي صباح النور يا فندم. احنا هنا بدايه عمل اليوم الثالث بالانتخابات في البرازيل، انا بقى بالبعثات اللي تم عملها بعد كل العالم بياخد استدعاء اليوم. الحقيقه في البدايه خالص احب اوجه الشكر للهيئه العليا للانتخابات وبالذات للطاقم الدعم الفني، لان الحقيقه كانوا معانا فيها في الدقيقه 24 ساعه اي مشكله بيكون حل. احنا دلوقتي في بدايه اليوم زي ما قلت لحضرتك اليومين اللي فاتوا، الحقيقه انا ما كنتش متوقعه الاحداث ده، لان الجاليه المصريه في البرازيل مش كبيره، لكن والمسافات بعيده، لكن كان في حرص شديد من بدايه اليوم الاول لغايه ان في حد جالنا الساعه 9 الا ربع اول يوم قبل ما اعمل اللجنه تفتح تشتغل. يعني اتمنى النهارده ان شاء الله لما يعني اتوقع العمليه هتمشي بانضباط ويعني بالتوفيق للكل. بشكر حضرتك يا فندم، وطبعا ده واجب وطني للكافه، مباشره حقوق سياسيه ده حق من الحقوق الاصيله للمواطن، وبالتالي من كلام حضراتكم انا بوجه الشكر لكل المصريين المتواجدين في الخارج من الاقبال الملحوظ على كافه الشاشات اللي احنا متابعينها وفقا للبث المباشر، واحنا مع حضراتكم حتى تمام الفرز، والغايه من عدم الاعلان لان لسه انتخابات الداخل وبيتم تجميع الخارج مع الداخل فهذا السبب. بشكر حضراتكم واحنا مع حضراتكم لغايه الانتهاء من اعمال الغلق وتمام الفرز وتجميع الحصر العددي لادراجه بالانتخابات في الداخل للقيام الهيئه الوطنيه برئيس مجلس اداره الهيئه لاعلان النتيجه النهائيه ان شاء الله. وبشكر حضراتكم وبرضه بعيد تاني انه تم غلق 16 مقر وما زال 116 يعمل لتلقي تصويت المصريين في الخارج، وما زال 5 مقرات لم يتم الفتح نظرا لتوقيتات اختلاف التوقيت المحلي. حتى الساعات القادمه مع نهايه الساعه 7 مساء هيكون تم فتح كافه المقرات لليوم الثالث. ومع بشكر حضراتكم وهنتابع مع حضراتكم اول باول كافه المستجدات. شكرا جزيلا لحضراتكم يا فندم وبالتوفيق. شكرا يا فندم، مع الشكر.